ولكن من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى والخضوع لهذا البطل المقدام، لهذه الشجاعة الفاخرة، ولتطوير هذه العتبة المباركة، عزمنا على هذا المشروع الذي نسأل الله تعالى أن يكتب له النجاح ويكتب له الأجر. أحب أن ألفت النظر لمسألة أعتقد أنها مسألة مهمة، وأستغل وجود الشخصيات الرسمية، وهو التركيز على الجوانب الإدارية المهمة في البلد، التي أعتقد أنها تمثل نقطة انطلاق جيدة في بناء هذا البلد. طبعا هذا المشروع العملاق، مشروع تذهيب المنارتين، أنجز بأيدي كفوءة نزيهة مخلصة فنية عراقية، وهذا المشروع العملاق عانينا فيه الكثير من الألم ومن التعب، لكن كان مشفوعا باللذة والسعادة، وكان يغمر الأخوة العاملين على هذا المشروع رغم كل الصعوبات والتحديات التي مرت به. اعتمدنا على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو إلفات النظر إلى أن العقل العراقي عقل مبدع وعقل جبار وعقل يعتمد على أصالة وعلى شجاعة وعلى مهنية، ولذلك اعتمدنا هذه الكفاءات من أجل أن تتشرف بتذهيب هذه المنائر الشامخة. النقطة الثانية، وأعتقد أنها أهم من الأولى، هو أننا عندما نهتم بالكفاءة العراقية ونشد على أيديها لابد أن نتحمل أخطاءها غير المقصودة، من أجل أن تنمو هذه البذرة وترتفع حتى تكون من أهل الخبرة في مجالها. قبل سنتين لم تكن عندنا منائر مذهبة، لم تكن عندنا هذه المهنية بالشكل الذي عليه اليوم، وهذا كله بفضل سواعد الأخوة وإصرارهم والعمل الدؤوب من أجل إنجاح هذه المهمة. حقيقة أقدم شكرا خاصا للسواعد التي ما فتئت تعمل ليلا ونهارا من أجل إنجاح هذا المشروع، والإرادة القوية لكل الأخوة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام والمنتسبين من أجل أن يحيا هذا المشروع ومشاريع أخرى ستشاهدون الإعلان عنها بعد قليل. هذه الطاقات وهذه القوة نعتمد على كفاءة، على نزاهة، على إخلاص، وندعم هذه الطاقات دعما يشعرها بأنها قادرة على أن تنجز الأمور التي قد تبدو مستحيلة لكنها في الواقع أمور ممكنة. نحتاج أن نحتضن هذه الطاقات على مستوى الدولة. إذا أردنا أن نبني دولة تعتمد على الكفاءات، تعتمد على الطاقات، فأعتقد أننا قبلا كنا نتكلم كلاما نظريا، والآن ممكن أن نشير إلى ذلك بهاتين المنارتين الشامختين المرتفعتين تأكيدا على هذا الكلام. أحيي جميع الأخوة الذين ساهموا في هذا المشروع، وشكر خاص لديوان رئاسة الوقف الشيعي متمثلة بجناب الأب المفضال السيد صالح الحيدري حفظه الله لتفاعله مع هذا المشروع واهتمامه، وكذلك إلى كل الأخوة
الذين ذللوا هذه الصعوبات حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن. أتمنى على الله تعالى في هذا اليوم أن يحفظ جميع الأخوة وأن يسددهم وأن يرينا في هذا البلد كل خير ورفعة وشأن إن شاء الله تعالى، وأن يرينا في أعداء البلد كل ذلة ومهانة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ختاما أتمنى للجميع الشعور بالسعادة والالتذاذ بهذا الاحتفال المبارك، وحقيقة نحن جعلناه في هذا الصحن الشريف، وكل الأخوة من العلماء السادة الأفاضل السادة المسؤولين والوجهاء، حتى يكون احتفالا جماهيريا شعبيا. والصحن الشريف إن شاء الله تعالى وإن كان يغص بالحضور، لكن إن شاء الله تعالى كفينا بالفضل عباس واسعة ويسعهم. وأعتذر سلفا عن كل تقصير أو قصور قد يبدو من الأخوة، فإن هذا هو طاقة المقل. نسأل الله تعالى السلام للجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مع كلمة رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة الأستاذ المهندس ضياء مجيد الصائغ، وسيكون هنالك عرض على شاشات على هذه الشاشات لهذا المشروع متزامنا مع هذه الكلمة، فليتفضل الأستاذ المهندس ضياء مجيد الصائغ، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة الحضور ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هذا المشروع الذي أمامكم والمعروض على الشاشة مشروع توسعة الحرم الشريف في العتبة العباسية المقدسة، حيث كان هذا المشروع قبل 3 سنوات فكرة وحاجة طرحتها إدارة العتبة العباسية المقدسة وأحالتها على شركة عراقية لتوسيع حرم أبي الفضل العباس عليه السلام واستغلال مساحة هذا الصحن الشريف لهذا التوسيع، وحيث من المؤمل نقل هذا الصحن إلى الخارج بين الحرمين وضمن مشروع تصميم مركز المدينة الجديد. نضجت الفكرة وأصبحت واقعاً، وقدمت الشركة 8 تصاميم عكفت الإدارة على دراستها وتحليلها لتكون مطابقة للشروط التي وضعتها على التصميم، حيث أولاً عدم إغلاق السقف بالكامل، حيث المعروض هنا أمامكم يمكن تلاحظون الصور مالته، عدم إغلاق السقف بالكامل، فتح منافذ تسمح لرؤية السماء والقبة والمنائر من الداخل. ثالثاً وضع ارتفاع محدد للسقف لسمك لا يتجاوز 80 سنتيمتر لكي لا يحجب رؤية القباب والمنائر من الخارج. ورابعاً ينفذ المشروع وبدون أي عمود في وسط الصحن الشريف. وبعد المناقشات مع الشركة والتغييرات التي حصلت وتبادل الآراء، تم الخروج بهذا التصميم الشبه نهائي الذي عرض على ديوان الوقف الشيعي الذي قام بدوره تقديم رؤاه الهندسية والمعمارية بالتشاور مع الأستاذ زهير الأنصاري. وأخيراً عرض على سماحة السيد صالح الحيدري الذي شكل بدوره لجنة من أساتذة الجامعات العراقية، حيث حصل التصميم على الموافقة النهائية. بالحقيقة التصميم هو قمة في الجمال ونقلة نوعية في العمارة الإسلامية الحديثة من كل جوانبه، وحيث أنه سيوفر مساحة إضافية للحرم تقدر ب5000 متر مربع تتسع في أوقات الذروة إلى 20,000 زائر عدا مساعة الحرم القديم، وحيث أنه لم يغلق بالكامل بل أعطي مساحة مفتوحة بقدر 2,000 متر مربع بشكل خيام زجاجية متحركة على سلايدات محيطة بالحرم
تفتح وتغلق حسب الحاجة. أما باب